بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب جينو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم بتكلم عن ام دي ام اللي هو ماتي ديسبلاي مانجر. اللي ما يعرف الماتي ديسبلاي مانجر، احنا نعلمكم شو هو. موجود غالبا بواجهه ماتي بتوزيعه لينكس منت، يعني اكثر ناس استخدموا اللي هي لينكس منت. تمام. درس اليوم موجه لمين؟ موجه لثلاث اشخاص تقريبا. الاول اللي جهازه يستخدمه اكثر من شخص، الثاني اللي هو الشخص اللي حاب يخصص يتعلم التخصيص اكثر، الشخص الثالث اللي حاب يتعلم كل شيء. لذلك خلونا نشوف اول شيء وش هو الام دي ام، وبعدين نشوف وش قصه البتاع بتاع البتاع. طيب الان لو ضغطت على، طبعا هذه لينكس منت، تمام، لو ضغطت على منيو وبعدين سويت لوج اوت، هذه لوج اوت، في شيء بالين انا يدور عن راسي. اوكي لوج اوت، اشرب شاي شوي. هذا هو الام دي ام اللي هو واجهه الدخول. طبعا الكثير من المستخدمين حق لينكس منت يقول لك يا اخي انا ما ابي اكتب انا اسم المستخدم واكتب كلمه المرور، يا اخي انا ما ادري. اوكي احنا راح نتعرف اليوم على هذا ونتعرف على اشياء كثيره. افتراضيا لما تركب لينكس منت اما يكون في عداد تلقائي وبعدين يدخل المستخدم تلقائيا، او يكون في تكتب اسم المستخدم وكلمه مرور وبعدين تدخل. احنا راح نتعرف على طريقه الغاء الحاجه هذه. و طبعا انت اللي عليك تسوي تكتب لوجن فقط، هنا تبحث عن لوجن راح تحصل هنا مكتوب لك اللي هو لوجن ويندو. تمام، اللوجن ويندو. طيب ادخل لوجن ويندو ونشوف وش اللوجن ويندو. هنا في الثيمات وهنا في الخصائص كامله من الى، راح نتفرج عليها التابات واحد واحد. تمام. طيب عندنا هذا التاب الجميل. طبعا الجنرال بشكل عام احنا مره نحتاج ان نتكلم عنه، غالبا له علاقه بالشبكه وشغلات زي هذه، فما علينا منه. نبدا باللوكال احسن. لاحظ من هنا الثيمات. تمام، اول حاجه تسوي تاكد انك تستخدم ثيم يدعم عرض المستخدمين. طيب شلون؟ لاحظ انه في صور هنا. الثيم اللي استخدمه هذا حاليا بالجهه اليسرى من الثيم فيه عرض للمستخدمين، كل المستخدمين الموجودين بالنظام راح يظهرهم لك. طبعا ممكن تختار اكثر من ثيم، مليان ثيمات زي ما انت شايف. اللي عليك تسوي انك تختار ثيم يعرض اسم المستخدم، سواء تبي يعرض المستخدم او ما يبي يعرضه. تمام. طيب خلونا نشوف اول شيء ايش عندنا هنا. لاحظ هنا بالبدايه بلين اللي هي ما في اي حاجه. الشخص الثاني اللي هي ما في شيء لكنه فيه صور المستخدمين. هنا في ثيمد اللي هو راح يكون فيه ثيم، وهنا في ثيمد وفي ايضا اللي هو الفيس. لو حطيت بالشكل هذا راح يطلع لك ثيم ومع الصور الخاصه بالمستخدمين، هذا تخصيص استخدمه حاليا. بالنسبه للثيم ممكن انك تضغط بس بالشكل هذا على اي ثيم من هذول وتعتبر نفسك انك اخترته. هذه بالنسبه للطريقه هذه. الطريقه الثانيه انك ممكن تضغط على الراندوم، راندوم راح يختار لك بشكل عشوائي، كل مره يعطيك شكل عشوائي. قررت اني اختار الحين شكله وناسه. طيب بالنسبه للمنيو بار، طبعا هذا الله يسلمكم فيه مجرد قوائم حقاته ذي، ممكن انك تعدلهن. هنا ممكن تعدل رساله ترحيب من ويلكم الى مثلا يا هلا، ستكتب يا هلا. طيب ممكن نروح للريموت. طبعا الريموت زي ما قلت لكم خلوه يولي، اللي هو الاتصال عن بعد. هنا في الله يسلمكم اللي هي انيبل اكسسبل لوجن، ممكن هو تلقائيا اعتقد ما عليه علامه صح، نعطي علامه صح كذا. تمام. بالنسبه للثيمز، هل تبي تسمح للمستخدمين انهم يستخدمون ثيمات ولا لا؟ حط علامه صح. هنا الله يسلمكم الاصوات. طبعا انا ما ادري المشكله هل هي باللينكس من ديبيان او المشكله اني انا في عندي مشكله بالصوت. عموما ممكن من هنا تختار اصوات للدخول على راحتك وعلى مزاجك. حاليا انا على الام دي اي اللي هي خاص لينكس من ديبيان، فما اسمع صوت لو ضغطت هنا. ما ادري المشكله وين، هل هي عندي ولا عند الجميع. اوكي ندخل على السكيورتي وهو شيء مهم جدا. هل تبي يكون في دخول تلقائي ولا لا؟ ممكن تحط انيبل للدخول التلقائي وتختار المستخدمين المتاحين من هنا. ممكن الحين تلقائيا راح ادخل عبد المجيب بدون ما اني اتحكم بعبد المجيب. تمام. انيبل تايم لوجن اللي هي الوقت التلقائي زي ما انتم شايفين. ممكن تحط، طبعا انت لما تختار هنا اللي راح يصير انه يدخل تلقائيا بدون ما يسالك وبدون ما يحط وقت، لكن لما تلغي الخاصيه هذه تفعل هذه وتختار عبد المجيب مثلا، راح احصل انه راح يطلع لك النافذه يعد مثلا ثواني معينه انت تختار زي ما انت شايف هنا 30 ثانيه ثم يدخل للمستخدم. تمام. طيب انا لا ابي لا هذه ولا هذه. في عندك اللي هي محاولات الدخول. تمام. كم تبي حاول ما بين مره ومره. في عندك اللي هو اللي خلوا هذه ولا اللي هو اليوزر اي دي، يفترض انه 1000. تمام. لكن كل يوزر اي دي تعبته يعني له رقم خاص، فانت لا تدخل بالصجه واللجه هذه، اترك على ما هو عليه.
بالنسبه لللو لوكال سيستم ادمنستريشن لوجن ممكن تحط عليه المصاح للدخول بالادمنستريشن، اعتقد انه راح يسمح لك بالدخول بالروت. تمام. ديباج مسج اللي هي حق طبعا بحط عليه المصاح انا في حال حدث خطا ممكن يطلع لك اللي هي ديباج مسج. تمام، اللي هي تحفظ باللوك حق النظام. طيب ايش عندنا اللي هي او صح هذه رهيبه دي. اوكي هنا ممكن تحط علامة صح إذا كان المستخدم فقط يملك الهوم حقه، غير كذا ما في. بما يعني لو إنك شلت العلامة هذه ما راح يدخل المستخدم اللي ما له هوم. بما يعني إنه اللي ما يعرف قصة الموضوع هذا يبحث بالقناة عن التحكم بالمستخدمين عن طريق اليوزر آد، راح يشوف نتكلم عن الخاصية هذه. بما يعني إنك تحط علامة صح هنا فقط للمستخدمين اللي لهم هوم فقط. تمام، هنا الدخول، تصريح الدخول الاول اللي هي اكزيكيوت. اوكي ممكن هنا تحط علامه اذا كان اللي هو الهوم في حمايه على التصريح الخاص به. هنا الله يسلمك، اذا كانت المجموعه اذا كانت المجموعه لا صلاحيه بالكتابه داخله، طبعا اللي هي مجموعه المستخدم، يعني انا عبد المجيب مجموعتي عبد المجيب. اوكي راح ادخله. اوكي الو لوجن اف all right permissions user directory. اوكي خلي يولي بس configure x server. طبعا من هنا فيها بعض الاشياء اللي ممكن تسويها وتعدلها. بالمناسبه اذا ما تدري وش قاعد تسوي هنا لا تلعب. تمام، طبعا لان درسنا ما راح اتكلم عن الاكس سيرفر، راح ما راح اتكلم عنه. طيب اليوزرز هنا من هم المستخدمين اللي حاب تعرضهم؟ تمام، راح اظن هنا يقول لك اني راح اسوي لك قائمه بكل المستخدمين الموجودين بالنظام. تمام، اذا حطيت علامه صح ممكن تشيله، تختار مستخدمين معينين من هنا، تكتب اسم المستخدم مثلا روت. تمام، طبعا الروت صح غير مسموح لك بالروت، لكن ممكن نكتب عبد المجيب. تمام، هنا راح ندخل او نقدر نستخدم عبد المجيب فقط. تمام، اذا كان موجود عبد المجيب ممكن عبد الله ممكن محيان اللي تبون. اوكي طبعا افتراضيا انه يكون بالشكل هذا عشان كل المستخدمين يظهرون. خلاص اضغط على apply user changes وانتهى درس اليوم. سجل خروج واستمتع بالثيم الجديد. اي اسئله اي استفسارات عندكم تحت رابط منتدى الدعم الفني، تواجدوا هناك حياكم الله، واي اسئله استفسارات انا وكثير من الشباب موجودين هناك لخدمتكم. في امان الله. استاذ في امان الله. انا ما اشرب شاهي.